حد عايز بيده؟ انا ممكن اه. كان ولا زي؟ ممكن كان. انت يا ابني قلت مش هتشرب. انا قلت ان هو بطل. مش مهم الكلام ده دلوقتي، هتتجوزوا امتى؟ قريب قوي ان شاء الله. فعلا؟ بسرعه كده؟ مش بسرعه ولا حاجه يعني، احنا اصلا بقالنا حبه حلوين مخطوبين، وانا على طول طول الوقت في الشغل ومش بنلحق نشوف بعض، فنتجوز نلحق نعرف نشوف بعض. طيب انتوا ممكن تعزمونا في الفرح؟ طبعا اصحاب العروسه. لا انا مش صاحبه العروسه الصراحه، بس انا ممكن يعني الحق في الفتره دي ابقى صاحبتها. على الاقل اجي انا والبنات ونتصور مع الممثلين في الفرح بقى وكده. انت عندك بنات؟ بنتين بيموتوا فيك اصلا. على فكره ما كانوش هيسيبوني اجي النهارده، بس يعني هربت بالعافيه. طب ما جبتهمش معاكي ليه؟ لا مستحيل يعني، ما كناش هنعرف نتكلم دقيقه في الدوشه، مش هتستحمل يعني. بالعكس انا بحب الاطفال جدا. لا جدا، انا اصلا بقعد العب مع اولاد اختي بالثلاث اربع ساعات ما بزهقش. بجد؟ بجد؟ انا اصلا كان نفسي اجيب اولاد من زمان. هايل، دلوقتي هيبقى عندهم ام عظيمه. هبه؟ هبه انا هجيب لها 30 شغاله. هبه عادي ممكن تنسى اللي عندها اولاد اصلا. اعتقد كده برضه. اصلا كنا بوريها الشقه ومعانا مهندس الديكور في اللالا لاند، ولا فاكره عارفه تعمل ايه ولا عايزه تفرش ايه ولا اي حاجه. انا لسه ما قررتش فعلا. حد عايز بيرة تاني؟ انا تمام. اه انا عايزه. طب انتوا هتسكنوا فين يا جماعه؟ في التجمع. دي ظريفة جدا، أهلي عايشين هناك. فعلا؟ طب بصوا يا جماعة، أنا عاملة لكم تشيز كيك، أنا اللي عاملاها بنفسي، معرفش هتطلع عاملة إزاي. لا 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 ما تعبيش نفسك، إحنا لازم نقوم. هتطلع لا لا لا، جربوها بعدين روحوا. على فكرة يا جامل، شريف هو اللي جاب لي شغلانة المجلة، فتكنيكلي يعني هو اللي عرفنا على بعض. فعلا؟ فرصة سعيدة جدا يا شريف. التورته دي احتفالا بيكو. احتفالا بهبه بقى. لا وبيك انت كمان. ايه هبوب، انا ممكن استسمحك في ان انا اتصور مع تامر؟ اه طبعا طبعا. انا الصراحه خايفه شكلكم مستعجلين، وايه الفرصه ممكن تضيع. يلا بينا. اوكي شكرا. نايس. اه كذا صوره. حاضر. بالطول بقى. أظن كفاية كده. أظن كفاية بقى. حلوين يعني؟ حلوين. طيب تمام؟ اه الله لازم يطلعوا حلوين. حلوين جدا. سوري. طيب أنا أسفة.